بسم الله الرحمن الرحيم، معانا يا ولاد بإذن الله حل الاختبار الثاني في سلسلة المراجعة النهائية في رياضة الصف الرابع. وأول سؤال، اختر الإجابة الصحيحة. يا ترى مين الرقم الموجود في خانة عشرات الألوف؟ نقسم العدد 1 2 3 فاصل، أدي عيلة الألوف. عشرات الألوف يا ولاد يبقى تاني بيت. مين الرقم الثلاثة؟ نكتبها ونختارها. السؤال الثاني، 7 في 4 هيها 4 في 7 فعلا، بدليل ان الاجابه 28. يبقى دي خاصيه ايه؟ خاصيه الابدال. يبقى نكتب الابدال ونختاره. 7000 متر تتجمد بكم كيلو؟ الكيلو متر 1000 متر. برافو يا مالك، نشتال 3 اصفار يبقى المتبقي 70، والاجابه 70 هي يا ولاد. مربع محيطه 32 سنتي، ده يا ولاد المحيط كله، ازاي يا مواد ده نجيب طول الضلع؟ محيط المربع بيساوي طول الضلع في 4. طب انا يا مستر عايز الضلع، يبقى نقسم على 4 يا مهدي. 32 على 4 فـ 8، ونختار الـ 8. 3 ايام كم ساعة؟ اليوم 24 ساعة، يبقى نضرب 3 في 24 تطلع كام يا هالة؟ 72 مش 96، 96 تبقى 4 أيام. خلص السؤال الأول ونيجي للسؤال الثاني، يا ترى 100 ضعف العدد ده نجيبه إزاي؟ يعني نضرب 100 في 275، ننزل الصفرين، وواحد في 275 ب 275. العدد ده الأقرب 100 اللي يناسب التقريب. لأقرب 100 يبقى نحط صفرين وشرطة عند بيت المئات، ونسأل الخمسة. الخمسة كريمة تدي للستة 1 يبقى 7، والشاطر يكمل للآخر. 37 في 0 هقول له يبقى 0. ليه؟ لأن الصفر جزار الأعداد. طب دي اسمها خاصية إيه يا ولاد؟ اسمها خاصية الضرب في صفر يا ولاد اللي مش عارف. ميم ميم ألف للعددين 6 و3، نسأل الكبير، هو أنت يا ستة تقبلي على الـ3؟ قالت آه. طالما قالت آه يا مهدي ناخد الكبير في الميم، ناخد الكبير في العين، ناخد الصغير. إمتى؟ لو الكبير قبل على الصغير. مين أصغر عدد أولي؟ الـ2. طب مين أصغر عدد أولي فردي؟ الـ3. نيجي للسؤال الثالث المقالي، مربع طول ضلعه 8 سنتي، والراجل عايز محيطه وعايز مساحته. نكتب القانون، محيط المربع بيساوي طول الضلع في 4، يبقى ناخد الـ8 ونضربها في 4، تبقى الإجابة 32 سنتي سادة. اللي بعده عايز المساحة، مساحة المربع بتساوي طول الضلع في نفسه. طب الضلع بكام؟ ب 8، يبقى نضربها في نفسها، 8 في 8 ب 64، وعشان مساحة سنتيمتر مربع. السؤال اللي بعده، على المستطيل وادالك طوله وادالك عرضه وعايز معلومتين، المحيط والمساحة. محيط المستطيل بيساوي الطول زائد العرض، ايه الكل في 2؟ ال زائد الويتس، ايه الكل في 2؟ الطول ب 7، ونجمع الـ3 ونقفل الساندوتش ونضرب في 2. 7 زائد 3 10، اضرب في 2 يبقى 20 سنتي سادة. طب بالنسبة لمساحة المستطيل، مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض اللي نسيه في الويتس، 7 في 3 ب 21، وعلشان مساحة سنتيمتر مربع. المسألة الأخيرة هي المسألة اللفظية يا فوزية، مستعمرة للنمل ودي عددها أهو، منها العدد ده ذكور. طب إزاي نعرف الإناث؟ أقول له الإناث يعتبروا الباقي، هنشطب كلمة كم ونكتب العنوان، عدد الإناث بيساوي، نعمل إيه؟ نطرح الكبير ناقص الصغير، يبقى 5429 ناقص 3218. وعشان ما تغلطش روح المسودة، وادي المسودة اهي، ونوسع المسافات،
ادي العدد الكبير، وتحته على طول العدد الصغير وعلامة ناقص. ليه ناقص؟ عشان بجيب بقية النمل من الإناث. 9 ناقص 8 واحد، 2 ناقص 1 واحد، 4 ناقص 2 اتنين، وهنا كمان 2، يبقى الإجابة 2211، والتمييز نملة، نملة من الإناث. كده خلص امتحاننا الجميل البسيط، يا رب يكون مفهوم وسهل بإذن الله.